هذول كل مكان بيحرقوا فيه شخص. هاي هي مدينة حرق الجثث بفاراناسي. هاي قربنا نوصل على المكان. هذا هو نهر الجانج المعروف عندهم اللي بيرموا فيه رماد الجثث، كلهم بيسبحوا فيه لأنه بيعتبروها أنه هي مياه مقدسة بالنسبة لهم، فهيك هي بتشيل الذنوب والخطايا باعتقادهم يعني بالديانة الهندوسية. وما أحكي لكم المي قديش يعني وسخة. شيفا in the middle. كاليما سايد. اوكي اوكي. بس يعني شيفا is the main god. اوكي. للعلم حتى كل القوارب اللي موجودة هون بيصنعوها على البحر أو على النهر، وما بيستخدموا فيها أي نوع من أنواع الكهرباء، وعادي يقعدوا القوارب معاهم شهرين وثلاث أشهر يعملوا فهم A to Z من الخشب اللي موجود والأشياء اللي بيستخدموها من هون. أوه! الله المكان قديه حلو يعني لوحة. وهون بخيموا كمان وبناموا على هذول اللي انتو شايفينهم. هون بنكون دخلنا على المنطقة المشهورة يعني اللي هي وسط المدينة بالنسبة لهم. طبعا بيرشوا مي عشان ينظفوها. هاي مبارك كنت عم بعمل زي هيك خبطت فيها بأقوى ما عندي. وصلنا نطلع من هون عشان نقدر نشوف الوضع من فوق. من هون الوضع أحسن، نقدر نصور بطريقة أفضل. طبعا عوائل الناس اللي ميتين بيكونوا قاعدين في هذا المكان، فبيطلعوا على الجثة وهي بتنحرق. وهذا هو المكان اللي بيجمعوا فيه الخشب عشان يحرقوا فيه الجثث. Many different purpose come to die, come to man's body, and come to taking bath in the Ganga water. Bring the bodies directly from here to stop in the Ganga water. From here to stop in the Ganga water for the purification. يعني بيجي من هون أو بيحطوه في المي، بعدين بيجيبوه دايركت بيحرقوه هون. المكان تطلع عليه يعني بخوف. الريحة هون قوية شوي. هذول كل مكان بيحرقوا فيه شخص وبيجيبوا الخشب من هون. People burns body 24 hours because every corner to India people bring the bodies for the cremations in this place because this place has a city of enlightenment. When people they burns body his soul directly to reach in Nirvana. هاي النار ما وقفت من أكثر من 3000 سنة. ما
كان بيجيبوا الجثث عشان يباركوها في المي بعدين بيحرقوها. هذول كل مكان بيحرقوا فيه شخص وبيجيبوا الخشب من هون. ما بيستخدموا الغاز ولا اي شيء، بيستخدموا بس الخشب، ممنوع يستخدموا اي شيء ثاني. Only natural things, only naturally where they want to burn at the this place because we are the come from the nature. When they purified his self. So when you die, you want them to burn your body. Yes. Okay. درجة الحرارة هون مش عادية. هذا هو الرماد بس يخلص بيجمعوه بيزتوه في البحر. الطاقة اللي موجودة هون مش عادية، يعني انت بتشوف ناس بتنحرق، يعني بتشوف ناس بتنحرق، شو ممكن تتخيل؟ اشي عجيب صراحة، اشي جديد علي وما عمري استكشفت اشي زي هيك. هاي اول مرة بجرب اشي انه اشوف ناس تنحرق قدامي. الريحة اللي موجودة هون ريحة صعبة كمان. والله تعبان تعب مش معقول. اوف شو رايك بالتجربه حرق الاموات حرق الجثث؟ ما قلت لي او شيء بتقيمش اذا حلو ولا مش حلو، بتقيم بغرابته صراحه. هو اغرب شيء شفته بحياتي، بس بالاخر شيء بتعلق بحضارتهم وثقافتهم وديانتهم، ف بسوش كثير غريب يعني. يعني في طاقه غريبه، يعني انت بتشوف في جثث بتنحرق قدامك. الطاقة اللي بيعطيك اياها المحل اشي خارج او مش مفهوم ضمنك يعني. واللي بدي احكي لكم اياه اخر اشي انه انا فعليا ما قدرت اكمل، يعني حتى كان الكلام يطلع مني بصعوبة لانه الهواء اللي كنت استنشقه كان جد صعب. يعني حتى احنا لما طلعنا من هناك قدرت اتفاعل شوي، قعدت مع حالي بالغرفة، في صدمة كانت موجودة غريبة، تحس حالك مش مرتاح، يعني ما كنت مرتاح في المكان. فرجعت على الغرفة بس بتذكر أنا وبشقرة كل واحد هيك محتاج ساعة يقعد لحاله عشان يفهم الإشي اللي شافه. كانت في طاقة مش معقولة، كان في وضع مش مرتاح فيه. بدي أحكي آخر إشي، الحمد لله إنه الواحد بيتكرم بالدفن في ديننا وإله احترام، لأنه اللي شفته فعليا صدمة، إشي جديد. هذا الفيديو هو واحد من أول الفيديوهات اللي بعملها بشكل عفوي، ان شاء الله انها تعجبكم. انا بعرف انه هو مش كثير بروفيشنال، مش كثير مرتب من ناحيه اللقطات، بس لقدام هصير بعمل اشياء عفويه بس ضابطه اكثر. هذا كان شوي ما بتقدر انك انت تصور والناس تشوف لانه كان ممكن يعملوا لنا مشاكل، عشان هيك كنت بصور بالتليفون وبحاول قدر الامكان انه ما ابين، لانه اي حدا كان يشوف كان يحكي لنا ما تصور عشان الاهل اللي موجودين. فكنت عم بحاول شوي انه ما أبين إني بصور. إذا بتنتبهوا بالفيديوهات ماسك التليفون بدون ما حدا يعرف عشان أحترمهم أول إشي، وبنفس الوقت ما أصور كثير. فبما إنه هذا أول فيديو بعد رجعة طويلة، احكوا لي رأيكم بالكومنتس، إن شاء الله يكون عجبكم. عم بفكر أعمل فيديوهات زي هيك تكون عفوية بس تكون مصورة بطريقة أفضل، وبنفس الوقت أورجي أشياء غريبة أنا بعملها حول العالم وأصورها وأنزلها. فبحب أعرف رأيكم، بحب تحكوا لي ايش رايكم بالكومنتس اذا بدكم كل فتره وفتره نعمل اشياء زي هيك. بس اكيد بحس على فيديوهات اطول
وبس يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير.